فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الزيادة في أشواط الطواف كالنقص فيه فلا يجوز؟ لأن كثيرا من الناس يفعل الزيادة احتياطا أو شكا. إذا كان عنده شك يبني على اليقين، إذا شك هل طاف ستة أو سبعة يجعلها ستة ويأتي بالسابع لينتفي الشك. لا، هذا واجب، يبني على اليقين. أما يقول أبا أطوف زيادة خير وبأزود الأشواط، ما يجوز هذا. نعم.